مرحبا، كيفكن اليوم؟ شفتوني وين واقفة؟ واقفة حد لوح الأحرف الأبجدية. تعرفوا كم حرف فيه باللغة العربية؟ باللغة العربية عنا 28 حرف. اليوم بحلقتنا في عنا تمارين كتير حلوة ومفيدة. أما هلأ فقبل ما نبدأ بالتمارين خلونا نستمع لأغنية الحلقة. هذا اليوم من السنة انتظرنا مجيئك، كل سنة تكبر تحلي أيامنا. في عيد ميلادك نصفق ونقول لك كل سنة وأنت طيب، نورت أيامنا. التمرين الأول بيقول حضرتوا الورقة والقلم قبل؟ يلا التمرين الأول، طلعوا منيح كيف مكتوب الميم بمختلف الأشكال. أولاً الميم، شوفوا كيف منكتبها لما تمسك اللي بعدها ميم، وإذا كانت ماسكة اللي قبلها واللي بعدها بتمد إيديها، والميم بآخر الكلمة ممكن تمسك اللي قبلها مثل ما شايفين هون، وممكن تقعد لوحدها مرتاحة. هلأ بدنا نتطلع ونشوف سوا الكلمات كيف ممكن نكتب فيها الميم. أول كلمة أحلام، أو يكون أي شكل ميم باخد. الميم التي تمسك أول وحدة اللي بعدها، أو الميم التي تمسك ما قبلها وما بعدها، أو الميم التي تمسك فقط ما قبلها وبترتاح، أو الميم اللي قاعدة لوحدها. شو أقولكن؟ أحلام. أكيد اللي قاعدة لوحدها. ليه؟ لأنه قبلها للميم في عندي حرف ما بيمسكها. هلأ تاني كلمة موزة، موزة أو يكون أي شكل موزة. بأول الكلمة جاي الميم وماسكة اللي بعدها مادة إيدها. أي ميم بكتب؟ أكيد أول شكل موزة. خلونا نحطهم بدائرة للميم لحتى نميز كيف كتبناهم. أحلام، موزة، وهلأ كلمة قلم. قلم أي ميم؟ لام بتطلع ماسكة الميم، بتطلع هون وين في ميم عندي ماسكة اللي قبلها. هالشكل هيدا بكتب ميم هون لأنه ماسكة اللي قبلها وبحط دائرة حولها. هلأ كلمة مشمش. مشمش في عندي شكلين للميم. أولا الميم في أول الكلمة وتمسك ما بعدها، مدد إيدها للشي، وبعدين مش مش ميم يلي ماسك اللي قبلها، وشو كمان ماسكة اللي بعدها، مدد إيديها تنيناتن، صار عندي هون اتنين ميم.
أحلام، رمعي، موزة، قلم، مشمش. وهلأ منتابع حرف لام، كيف كمان منكتبه بكل أشكاله كتبناه. لام بأول كلمة لما بتمسك اللي بعدها، شفتوا كيف مادة إيدها لتمسك اللي بعدها؟ واللام لما بتمسك اللي قبلها واللي بعدها، بتفتح إيديها اتنيناتهم. واللام بالآخر لما بتمسك بس يلي قبلها. وكمان اللام بتقعد لوحدها إذا بدها. رح نشوف الكلمات. أول كلمة لعبة، بتطلعوا لكم أي شكل؟ شكل الأول لما تمسك اللي بعدها وبحط دائرة على اللام. رمل بآخر الكلمة عم بسمع ل. في عندي شكلين، عندي ل يلي بتمسك اللي قبلها، وعندي ل يلي ما بتمسك حدا. شو أقولكن أيها؟ أكيد اللي بتمسك اللي قبلها، بحط دائرة حولها. ملعب، ملعب، لام قاعدة بالوسط ماسك اللي قبلها واللي بعدها. أي شكل؟ شكل تاني. ملعب، أضع دائرة حولها. وبقي كلمة أحمال، بكلمة أحمال شوفي عند اللام مستقلة مرتاحة قاعدة لوحدها. لام أحمال، عيدوا معي. لعبة، رمل، ملعب، أحمال. أما هلأ فخلونا ننتقل سوا للتمرين التالي. هلأ أحبائي بدي منكم تطلعوا منيح بالشاشة وتحاولوا تركزوا تتخبروني شو ممكن نلاقي بهالصورة. أنا بقول بهالصورة في تلاميذ، أكيد في تلاميذ، وفي معلمة. كم تلميذاً في هذا الصف؟ عدوا، كم تلميذ شايفين بهالصف؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. لا، عدوا منيح. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. إذن كم تلميذا في الصف؟ كم تلميذا في الصف؟ في الصف خمسة تلاميذ. في الصف خمسة تلاميذ. ومن أيضا؟ ومعلمة. ومعلمة واحدة. في الصف خمسة تلاميذ ومعلمة واحدة. هلأ اطلعوا منيح بالشاشة وخبروني شو عم يعملوا هالتلاميذ؟ عم يدرسوا؟ لا، ما عم يدرسوا. شو أقولكم شو عم يعملوا؟ في حدا عم يلعب، صح؟ رح نشوف ماذا يفعل التلاميذ. شو عم يعملوا تلاميذ بهالصورة؟ شو أقولكم؟ عم يدرسوا؟ تتذكروا أمين شو خبرنا شو كان يعمل بالمدرسة؟ يدرس، يكتب، يقرأ،
يلعب، صح؟ شو عم يعملوا أولكن هالولاد؟ عم يدرسوا؟ ماذا يفعلون؟ إنهم يلعبون. نكتب التلاميذ يلعبون، التلاميذ يلعبون في الصف، التلاميذ مثل ما شايفين بالشاشة يلعبون في الصف. أما المعلمة فشو كانت عم تعمل المعلمة؟ طلعوا منيح، عم تراقبهم، عم تتطلع فيهم، عم تنتبه لهم كتير منيح. ماذا تفعل المعلمة؟ شو كانت عم تعمل؟ ماذا تفعل المعلمة؟ المعلمة تراقب، تراقب، عم تنتبه لهم للتلاميذ، تراقب التلاميذ. برجع بعيد، كم تلميذا في الصف؟ شو شايفين؟ في الصف 5 تلاميذ ومعلمة واحدة. ماذا يفعلون هؤلاء التلاميذ؟ شو عم يعملوا؟ يلعبون، التلاميذ يلعبون في الصف. أما المعلمة فماذا كانت تفعل؟ شو كانت عم تعمل المعلمة؟ كانت تراقبهم. ماذا تفعل المعلمة؟ المعلمة تراقب التلاميذ. وهلأ رح ننتقل سوا للتمرين التالي. لوحة جدارية، طبشورة، دفتر تلوين، مكتبة. كتبت لكم أحبائي مجموعة من الكلمات على اللوح، مجموعتين، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، حتى أنتوا تألفوا جملة صحيحة ومية بالمية مظبوط. أول مجموعة من الكلمات، الحائط. شو يعني الحائط؟ يعني الحيط. كمان بنقول له الجدار باللغة العربية، فينا نقول الحائط يعني الجدار، الجدران. تعلق، شو يعني تعلق؟ بتعلق. أقولكن منعلق وين؟ على الجدران؟ على الحائط؟ ما بعرف، فكروا فيها. على سامية، سامية، سامية شو هو؟ هيدا اسم شو؟ اسم إنسان، سامية. رسمتها، سامية هيئتها كتير بترسم حلو. ليه؟ لأنه بدها تعلق رسمتها على الحيط. شو أقولكن هالجملة؟ كيف فيني ظبطها؟ رح نبلش. الحائط، الحائط تعلق سامية، الحائط تعلق سامية. مش مظبوطة كتير هالجملة، مش صحيحة. الحائط تعلق
لا مش الحائط، أنا بقول تعلقوا. تعلقوا مين عرفها بيناتكم؟ أكيد كتار اللي عرفوها، إنه أول كلمة تعلقوا. تعلقوا مين؟ مين اللي عم بعلق؟ تعلقوا الحائط. لا أكيد لا. تعلقوا شو قولكم؟ تنكتب ونشوف. تعلقوا، اتفقنا أنه تعلقوا هي أول كلمة، نشطبها. تعلقوا مين؟ سامية. تعلقوا سامية ماذا؟ تعلق سامية، سامية ترسم كتير منيح، وإذا رسمت شي شو منقول؟ رسمت رسمة. تعلق سامية شو أقولكن؟ رسمتها. رسمتها. تعلق سامية رسمتها أين؟ أين تعلقها؟ أنتوا إذا رسمتوا رسمة وكتير حلوة، وين بتعلقوها؟ على الحائط، أحسنتم. تعلق سامية رسمتها على الحائط. نرجع نقرأ الجملة تنشوف إذا صحيحة. رو معي. تعلق سامية رسمتها على الحائط. برافو. تعلق سامية رسمتها على الحائط، جملة صحيحة. هلأ تاني مجموعة من الكلمات. قصة، سامي يقرأ. شو أقولكن؟ بشو بنبدأ الجملة؟ أنا بقول بقصة، تنجري. قصة، قصة سامي يقرأ. في شيء منه صحيح. ماذا يفعل سامي؟ شو عم يعمل؟ سامي يقرأ قصة. أقولكن صح؟ تنشوف. قصة سامي يقرأ. كمان فيني أقول يقرأ سامي قصة. إذن فيني أقول جملتين صحيحة من هالمجموعة من الكلمات. تنجرب. أول شيء يقرأ. يقرأ من؟ سامي. يقرأ سامي ماذا يقرأ؟ قصة. يقرأ سامي قصة. كمان شو فيني أقول؟ فيني أقول سامي، بشطبها مرة تانية لأنه بدي ألف جملة تانية. سامي ماذا يفعل؟ يقرأ. صح، سامي يقرأ. سامي يقرأ ماذا؟ قصة. سامي يقرأ قصة. إذن فيني ألف جملتين. يقرأ سامي قصة، والجملة الثانية سامي يقرأ قصة. نرجع نتذكر الجملة الأولى.
تعلق سامية رسمتها على الحائط. الجملة الثانية، يقرأ سامي قصة. وسامي يقرأ قصة. أقولكن فيني ألف جملة تانية من أول مجموعة؟ أكيد. كيف تبدأ؟ بسامية. سامية بزيدة هون، ماذا تفعل؟ تعلق رسمتها على الحائط. إذن فيني ألف جملتين من أول مجموعة ومن تاني مجموعة. اوعى تروحوا لمطرح لأنه ما ننكفي التمرين التالي يلي أنتو كتير شاطرين فيه. أحول من المذكر إلى المؤنث. أحمر، شو بتصير؟ دغري قولولي يلا. أحمر حمراء. أحمر حمراء. أخضر خضراء. سنتم. أخضر خضراء. وأصفر صفراء. وأزرق زرقاء. فيني كمان لونن. الأزرق بمربع أزرق زرقاء. واللون الأصفر بالأصفر. وما بنسى هون الأزرق أكيد. الأخضر باللون الأخضر. أخضر خضراء. والأحمر حمراء. وهلأ بتكون انتهت حلقتنا لليوم. ما تنسوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك يلي عم تمرق بأسفل الشاشة. باي باي. يبدأ الشتاء بأمطار تملأ الآبار لكي يأتي الربيع ونسقي الورود والأزهار ليأتي الصيف وتنضج الفواكه والثمار لننتهي بالخريف بعواصف تأخذ أوراق الأشجار. شكرا لك أيها العام على الفصول الأربعة. مرحبا أصحابي، جاهزين لحلقة جديدة من I Can Draw؟ بحلقتنا لليوم نحن بحاجة لصمغ ورق ملون، ورق ملون على شكل دوائر بأحجام مختلفة. رح خبركن قصة عصفور. كل يوم الصبح بيجي على جنينة عنا، بصير يتنقل بين الأغصان وعلى الورود. ما بخاف ولا إذا سمع صوت ولا إذا حدا قرب لحده، كأنه صار من البيت ونحن كتير تعودنا عليه. رحت تجيب آلة التصوير بس ما لقيتها، قررت أرسمه، كمان ما لقيت أقلامة. أنا وعم فتش بين غراضي لقيت دوائر بأحجام مختلفة، قلت ليه لا، رح جرب أعمل العصفور بهود الدوائر. رح أنا وياكم نشتغل على السريع وراقبوا كتير منيح كيف رح عصفور رح يصير عنا. بالأول جبت دائرة عملتها نص ورح لزقها اللي هي جسم العصفور. بحط الزيق وبعمل له جسمه. باللون الأحمر تاني دائرة استعملت نفس التقنية ونفس الطريقة لحتى أكيد طويناها بالنص. هيدا الرأس ما رح نطويه، رح نتركه دائرة. بدنا نجرب قد ما فينا ما نجوي الطاولة قدامنا، لهيك
انتو فيكن تحطوا ورقة تحتها. هيدا راس العصفور صار جاهز عنا. عينه رح اعملها نصف دائرة والمنقار تبعه. العصفور ما منقول انه له تم، له منقار. رح اعمل منقاره بشكل مفتوح كمان نصف دائرة. صار عصفورنا عم بزقزق. هودي الدوائر رح اطويهم على النص واعمل منهم دنب العصفور. اذا بتلاحظوا كيف عم نشتغل، كل دائرة عم نطويها بالنص لحتى نلون عصفورنا. بعد ما خلص العصفور، بعد عنا اجريه. رح اعمل هيدي الدائرة كمان طويتها لنص. انا شوي مستعجلة لأصحابي لحتى جرب خلص عصفوري ضمن الوقت وتشوفوا وتستفيدوا كيف عم نشتغل. هيدي الثانية وهيدي الثالث دائرة صغيرة. الأول إجر، هيدي أول إجر من عصفور صارت جاهزة. رح أطوي هول الدوائر الثانيين، بس قبل ما أخلص رح أعمل غصن الشجرة لحتى تلقي عليه إجره. غصن الشجرة من دوائر عملتهم بلون برتقالي لأنه أجمل مشهد أنا بحب فيه العصفور هو واقف على الغصن. شفتوا كيف عم بعمل الدوائر؟ بقدر أعملهم بالشكل اللي بدي إياه واستفيد منهم برسماتي. هيدا الغصن صار جاهز. أنا أكيد غصن الشجرة ما بيكون كله بنفس الحجم، نقدر نعمله مثل ما بدنا. هودي إجري الباقيين للعصفور صاروا جاهزين على غصن الشجرة. انتو بدي منكن تاخدوا كتير وقتكن، حلو الشغل. محضرين كمان دوائر باللون الأخضر لشو؟ لورق الشجر. كمان رح أقسمهم نصين، يعني أطويها بشكل نصف دائرة. أعمل أول ورقة وهيدي الثانية. وقتنا لليوم خلص، كفوا عصفوركن على مهلكن. أنا سبق وحضرت عصفوري بالبيت وحطيته ضمن إطار كتير حلو. بدي منكن تبعتولي أعمالكن ورسماتكن على العناوين اللي عم تظهر قدامكن. لقوني بحلقة جديدة رح حضلكن إشياء كتير حلوة. باي. Good day my friends. How are you today? كيفكن أصدقائي اليوم؟ جاهزين؟ Are you ready? بدنا نتعلم اليوم أشياء جديدة مع بعض. Are you ready? I am ready. أنا مستعدة. قبل تعالوا نقرأ مع بعض أغنية بلشتوا تسمعوها قبل اسمها My Family. شوفوا شو بتقول. Lots of love, lots of love. يعني كتير من الحب، كتير من الحب. I feel lots of love in my family. شو بتشعروا انتو؟ شو بتشعروا لما تكونوا مع عائلتكن؟ تشعروا بمحبة وباهتمام، كتير من المحبة. My family helps me and you. عائلتي بتساعدني وممكن تساعدك. We care for each other. نهتم ببعضنا. And we care for you too. ونهتم كمان فيك أو فيك. Love is caring. لما أقول إنه أنا بحب شخص شو يعني؟ معناتها بهتم فيه. Love is caring as you see. It's helping and sharing for free.
المحبة أو الحب هو إنه نهتم ببعضنا، نساعد بعضنا ونتشارك مع بعضنا بلا مقابل، مثل ما منعمل مع عائلتنا. تعالوا نقراها آخر مرة مع بعض. My family. Lots of love, lots of love. I feel lots of love in my family. My family helps me and you. We care for each other and we care for you too. Love is caring, as you see. It's helping and sharing for free. يعني بلا مقابل. بدكن نسمع الأغنية مع بعض؟ خلونا نسمعها سوا. أنا برجع لكم بعد شوي. حضروا الورقة والقلم. Lots of love, lots of love. I feel lots of love in my family. My family helps me and you. We care for each other and we care for you too. Love is caring, as you can see. It's helping and sharing, sharing for free. Lots of love, lots of love. I feel lots of love in my family. My family helps me and you. We care for each other and we care for you too. You too. أصدقائي، إن شاء الله تكونوا حبيتوا الأغنية. هلا بدي اياكم تفتحوا عينيكم منيح. Open your eyes well and look at the table. طلعوا شو عندي على البورد. عندي أنا nouns، أسامي. بكل عمود عندي أربع أسامي، وهودي الأربع أسامي بيدلوا على شغلة وحدة بدنا نكتشفها سوا. جاهزين؟ Are you ready؟ خلينا نبلش. أول عمود عندي بالأول policeman. policeman يعني رجل الشرطة. من بعدها عندي baker. baker يلي هو الخباز يلي بيخبز. girl فتاة. baby طفل أو رضيع أو رضيعة. فإذن policeman، baker، girl، baby. عن شو بيدلوا هودي الأربع أسماء؟ فكروا معي، هل بيدلوا على plants؟ No، بيدلوا على animals، حيوانات؟ كمان لا، على شو بيدلوا؟ بيدلوا على ناس. policeman هو رجل الشرطة، baker هو خباز، girl، baby، كلهم عالم. فإذاً على شو بيدلوا كلهم؟ على people، أسماء عالم. فإذا أول عمود بدل على العالم. تاني عمود عندي car سيارة، tree شجرة، flower وردة أو زهرة، bike دراجة. هل هودي حيوانات أو عالم؟ منو الحيوانات ولا عالم، سيارة، شجرة، وردة، دراجة. هودي شو؟ هودي أشياء بقلن things. فإذن بيدلوا على أشياء things. لبعدة عندي farm مزرعة، city مدينة، country بلد، سينما. سينما. فإذا فارم هي مزرعة، مكان، سيتي مدينة كمان مكان، كونتري بلد كمان مكان، سينما كمان مكان. فإذا على شو بيدلوا هودي الأربع أسامي؟ places excellent، بيدلوا على أماكن places.
واخر شيء عندي كات قطه دوغ دوغ كلب هورس سايلنت اي هورس حصان د ا دك هون عندي كيكين كي دك بطه كات دوغ هورس اند اي دك هودي كلهم شو انيمالز حيوانات فإذن بهيدي التيبل أنا صار عندي أربعة groups four groups قسمتهم لأربع مجموعات أول مجموعة بتدل على العالم people تاني مجموعة things تالت مجموعة places رابع مجموعة animals هودي الأسماء تتذكروا شو يعني اسم بالإنجليش؟ nouns excellent شو الفرق بين الاسم والفعل؟ الاسم بدل أو على إنسان أو على شيء أو على مكان أو على حيوان بينما الفعل the verb بدل على عمل عم بيصير أو بعقلي أو عم بيصير عم بعمله أنا بس الأسماء إذا بتتذكروا أخذنا عنهم قبل بينقسموا قسمين كمان proper nouns and common nouns تعالوا شوفوا شو رح اكتب على اللوح عندي انا mother يعني ام او والدة اذا بدي اقول انا امي بقول my mother اذا بدي اقول امك your mother او امه لصديقي his mother 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 كل الاميات فيها عيطلن mother بس اذا كتبت ساره امي اسمها ساره في يقول عن امك ساره نو او عن ام صديقي ساره نو في ام وحده امي اسمها ساره ساره عم بدل على اسم مميز على شخص مميز بقول له proper noun بينما mother عم بدل على كل الأميات it's a common noun ما تنسوا proper noun هو الاسم اسم العلم يلي بدل على شخص معين أو على شيء معين على مكان معين أو على حيوان معين محدد إذا قلت أنا dog dog يعني كلب كل الكلاب فيه يقلون dogs فإذا dog it's not a proper noun منه اسم معين ومحدد منه اسم علم بينما إذا قلت أنا lucky lucky هو اسم كلبة في عيط لكل الكلاب lucky ابدا lucky it's a special noun proper noun اسم علم بدل على كلب واحد اللي هو كلبه ممكن يكون في كلب تاني اسمه lucky بس مش كل الكلاب اسمه lucky فاذا lucky it's a proper noun proper noun proper noun عرفتوا هلأ شو الفرق؟ تعالوا نرجع للتيبل يلي عندي على البورد بهيدي التيبل خلينا نشوف إذا فينا نلاقي common nouns أو proper nouns عندي policeman رجل الشرطة كل رجال الشرطة بقلهم policeman baker كمان خباز ما حددت أي خباز girl baby ما محدد فإذا هودي كلهم منهم proper nouns هودي common nouns بيدلوا على people إذا بدي أعطي لكل واحد proper noun policeman أنا بعرف رجل شرطة اسمه فادي فادي it's a proper noun عم بيدل على رجل شرطة معين ومحدد فإذا فادي it's a proper noun
policeman it's a common noun. كل رجال الشرطة بقلهم policeman. كمل. baker كل يلي بيخبزوا بقلهم bakers. بينما إذا قلت أنا سمير، في عنا بالحي عنا خباز اسمه سمير. إذا قلت أنا سمير عم حدد أي خباز. It's a proper noun. Baker common noun. سمير proper noun. خلينا ننتقل على الأشياء. Things. Car. Car سيارة. كل السيارات في يقلون cars. بينما إذا حطيت أنا نوع السيارة حطيت BMW. نوع السيارة المحدد حددته proper noun. car common noun. خلينا ننتقل على وحدة تانية. إذا حطيت flower. flower كل الأزهار بقلون flowers. it's a common noun. بينما إذا بدي حدد one flower نوع من أنواع الورود مثلا tulips. هيدا نوع ورد. it's a proper noun. it's not a common noun. تعالوا نكمل. بيجي على سيتي. هو مكان. سيتي بقلب لبنان في كذا مدينة. بينما إذا قلت أنا بيروت حددت أي مدينة. This is a proper noun. مش كل المدن اسمهم بيروت. Proper noun, common noun. وبآخر جروب بالأنيمالز مثل ما قلت لكم، إذا حطيت dog كل الكلاب في يقلون dogs. dog is a common noun. بينما إذا بدي حدد أنا أعطي اسم علم بحط lucky. كلبي اسمه lucky. it's a proper noun. فإذا أصدقائي ما تنسوا، في عندي أنا proper nouns common nouns. proper nouns هن الأسماء يلي بيحددوا أي إنسان أو أي حيوان أو أي شيء. ما فينا نستخدمهم مع كل الناس مثل mother. بدي حدد أي mother. سارة is a proper noun. بينما common nouns هن الأسماء يلي بيدلوا على الجنس. أسماء أماكن، أسماء أشياء، أسماء حيوانات أو أسماء عالم. في شغلة تانية بدنا نتعلمها اليوم، إنه أسماء العالم حتى نميزهم دايماً منبلش أول letter capital big letter. طلعوا على اللوح. عندي أنا على اللوح سارة وعندي lucky. mother و dog common nouns. ما عملتهم capital أنا. small m small d. بينما سارة و lucky لأنهم proper nouns حطيت capital S capital L. دايماً أصدقائي proper nouns منحطون capital. هلأ خلونا نعمل هيدا التمرين مع بعض. open your eyes well and look at the board. بيقول السؤال find the proper nouns and capitalize them. يعني بدنا نعملون capital لأنهم proper nouns. أنا رح أخذ the black pen the black marker. رح أعمل خط تحت the proper nouns ومن بعدها بدنا نطلع على أول letter فيهم ونحطها capital. عندي yesterday Danny and Jane went to Green Park. yesterday البارحة. Danny وJane على شو بيدلوا؟ على عالم. أسماء عالم. حددت أنا أي صبي وأي بنت؟ نعم حددت Danny and Jane. proper nouns. بعمل لهم I underline. بسطر. went to Green Park. راحوا على منتزه اسمه Green Park. إذا عم قول أنا park كلهم كلهم هيدا park هيدا park هيدا park كلهم بقلهم منتزه منتزه منتزه. بس في عيطلهم كلهم Green Park. أنا عندي اسم محدد لهيدا park اسمه Green Park. فإذا Green Park is a proper noun. منكمل. My favorite cartoon is Scooby-Doo. أفضل صور متحركة عندي هي Scooby-Doo. أنا عم حدد أي صور متحركة أي كرتون. Scooby-Doo هو اسمه. It's a proper noun. فإذا I underline.
Have you read Little Bunny؟ قريتوا انتوا القصة اللي اسمها Little Bunny؟ Little Bunny هي اسم القصة. لو عم أقول أنا story كانت common noun، بس Little Bunny حددت أي قصة اسم عالم Little Bunny. Uncle Sam lives in England. وين عندي أسماء عالم هون؟ عندي سام. أنكل هو اسم عالم؟ لا. إذا بدي أقول عمي، أنا بقول عمي. أنت بتقول عمك، أنت بتقولي عمك. بينما إذا بدي أقول سام هو اسم عمي، ما فيك تقولي عن اسم عمك سام كمان. سام is a proper noun، اسم محدد. England. England. هو بلد. حددت أنا أي بلد. ما قلت country، قلت England. فإذا it's a proper noun. تعوا هلأ كل letter بأول الكلمة نعمله capital، لأنه the proper nouns لازم يكونوا capital letters. J capital J capital D. Green Park اثنيناتهم capital لأنه هيدا اسم البارك. Green Park لازم يكونوا capital. سكوبي دو capital S. Little Bunny capital L capital B. Sam بدها تكون big S. England big E. هن حاطينها كمان big E. فإذا صح. فإذا أصدقائي ما تنسوا دائما the proper nouns لازم يكونوا capital. France, country, Beirut, city, London Bridge, bridge, Nile, River. وهلا أصدقائي إجا الوقت تنكمل قصتنا. Are you ready؟ جاهزين؟ قصتنا كان عنوانها Bunny's Loving Family، يعني عائلة باني المحبة. نحن سمعنا الأغنية عن العائلة وقلنا إنه العائلة يلي بتحب بعضها شو بتعمل؟ شو يعني إنه نحب؟ إنه نهتم، إنه نشارك. Love is caring. Love is sharing. It's helping. إنه نساعد بعض. تعالوا نشوف عائلة باني كيف برهنت عن محبتها لباني ولخيه. قلنا نحن إنه باني، أرجع أفتح الأول صفحة نتذكر شو صار معه؟ وعي الصبح قال لمام I don't feel well، يعني أنا مني حاسس حالي مرتاح. شو طلع عنده؟ طلع عنده slight fever، طلع عنده حرارة أو حمى. شو قال خيو فاني؟ إجا فاني وقال أنا كمان ما بدي روح على المدرسة، إذا باني بده يبقى أنا لازم أبقى معه حتى ما يبقى لحاله. هو عم يعمل حجة لأما بده يروح على المدرسة. بعدين قال البي إنه رح يتصل بسته أو الجدة تبع باني حتى يشوف إذا فيها تجي وتبقى برفقته. بلش يصرخ باني، قال هيدا الشيء مش عادل، ليه أنا لما مرضت بالأسبوع الماضي ما إجا حدا وبقي معي، وهلأ بدك تتصل فيهم تيجوا يبقوا مع باني؟ بس ذكرته أمه وقالت، خلونا نقرأ. That's not true. هيدا شي مش صحيح. Dear، يعني عزيزي. Your cousins came after school. إجوا رفقة، إجوا cousins تبعك، يعني أولاد العم.
اجوا من بعد المدرسة. And your aunt وعمتك stayed with you all day. بقيت معك كل النهار. Also, كمان your uncle had lunch with you. And your grandma and grandpa visited you in the evening, right? كمان اجوا جده الجد تبعه وسته كمان زاروه من عشية. Oops, I forgot. ألا أوبس أنا نسيت. نسي إنه هني احتموا فيه وبقيوا معه. What about me؟ إجا بوبو. تتذكروا بوبو؟ إجا وعم يسأل وأنا شو عني؟ Can I go to school to replace Bunny؟ بوبو بحب كتير يروح على المدرسة. ألا إذا بقي بني بالبيت في أنا روح محله على المدرسة؟ No dear, you're still too young to go to school. قالت له لا انت بعدك كتير صغير تتروح على المدرسة. There's more fun here now that grandma and grandpa are coming. هلا رح تنبسط هون في مرح هون بالبيت لانه مين جاي؟ grandma and grandpa. But I like school. صار يقول بوبو بس انا بحب المدرسة وبدي روح على المدرسة. إجا البي وقال له Your mom is right. إمك معها حق. بوبو Your grandma and grandpa are on their way. هن على طريق على الطريق جايين. Your auntie عمتك too will drop by later. رح تجي كمان بعدين. All right. قال بوبو طيب. There is more fun here I guess. هون رح نمرح كمان بعتقد. قال باني I sure am lucky to have such a loving family. ليش قال هيك؟ هو مبسوط انه عنده عائلة محبة. ليه؟ لأنه كلهم جايين يبقوا معه لأنه هو مريض. Now dear go back to bed while I prepare everything. قالت له أمه هلأ يا عزيزي روح على الفراش تبعك وأنا رح حضر كل شيء. شو عملت عائلته لباني؟ اهتمت فيه؟ اجت وساعدته لأنه مرض. فإذا كيف منعبر نحن عن محبتنا لبعض؟ Love is caring هو اهتمام. Is helping it is helping هو إنه نساعد بعض. And sharing ونتشارك مع بعض. ما تنسوا إذا بتحبوا الماما أو البابا أو إخواتكم أو أصدقائكم شو لازم نعمل؟ لازم نهتم فيهم نساعدهم ونتشارك معهم بكل شي عنا. هلا اصدقائي خلص وقت حلقتنا. بدي هلا اودعكم. ما تنسوا تتابعونا على صفحه الفيسبوك www.facebook.com/madrasati67kids. بشوفكم بالحلقه المقبله. باي باي. Shine, everybody can shine like an astronaut in outer space, or a pilot traveling to a far off place. Come on, let's shine, everybody can shine like a basketball superstar, or the fastest driver of a race car. Come on, let's shine, everybody can shine like a story writer that has a lot to say. Be yourself and shine, because you are special in your own way. مرحبا يا أصحابي، كيفكن اليوم؟ أهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة من فقرتنا ماي ستوري. اليوم رح نتعرف سوا على حدا اسمه ساري، ورح نتعلم مثل العادة شي جديد لحياتنا من خلال قصتنا. ساري كان صبي جديد بالمنطقة، واليوم كان أول يوم لإله بالمدرسة، وفي كتير أولاد بالمدرسة. في شي مهم لازم نعرفه عن ساري، إنه هو حدا كان خجول، خاصة مع أولاد جديد، وكان
ما بيعرف مع مين بده يحكي، ولما دخل على الصف لقى انه كل التلاميذ مجموعات مجموعات وما عرف مع مين بده يحكي منهم. كان نهار عم يقطع كتير ببطء، ورجع ساري على البيت حزين ومش عارف شو بده يعمل لحتى يكون عم يتسلى مع رفقاته. الخجل كان شوي مربطه. تاني يوم قرر ساري ياخد معه الطابة. فكر انه هيك بيعزم الولاد وبيقربوا بيلعبوا معه وبيصير عنده أصحاب. ولما وصل على الملعب ركض اتنين من الصبيان، رامز ووليد. بسرعة ركضوا وفرح ساري وقال أكيد بدهم يجوا حتى يلعبوا معي. بس للأسف رامز أخذ الطابة وركض بسرعة، وجرب ساري أنه يلحقه وما قدر أنه يلقطه واختفى، واختفى وليد كمان واختفت الطابة. وكمان ساري رجع زعل وقال شو هنهار الطويل، وين طابتي؟ ما أنا جاي بدي ألعب مع رفقات. واحتار ساري شو بده يعمل، وقرر أنه يروح يحكي مع ابن الجيران اللي اسمه جاد يلي كان كتير ذكي وساري كتير بحبه. جاد كان يروح على الجامعة، يعني محل ما الكبار بيتعلموا، وكان دايماً يحكي بلطف مع ساري. مشان هيك قرر يروح لعنده، دق ساري على الباب وطلب أنه يفوت يحكي مع جاد. وللصراحة أنا بقلكن أنه برافو عليه لساري، لأنه أهم شيء أنه نحكي عن مشكلتنا لما نكون واقعين بمشكلة، ودايماً دايماً بيكون في ناس شاطرين حتى يساعدونا. بس ما حدا بيقدر يساعدنا إذا ما خبرنا شو المشكلة وإذا ما سألنا شو لازم نعمل. وحكي ساري مع جاد وخبروا كل القصة، وكان كتير زعلان إنه ضيع الطابة تبعه كمان. بيقوم جاد بفكر وبقول بدي ألعب لعبة معك يا ساري. ليكو شو اللعبة؟ بقول له أنا معي غراض وإنت بدك تحاول إنه تاخدهم مني بالقوة، بس لما تقرب مني أنا رح ناديلك باسمك وقول لك ساري ستوب، ما فيك تاخدها مني. وبلشوا يلعبوا اللعبة مع بعضهم ويضحكوا شوي، لأنه جاد لما صرخ بساري وقال له ستوب ساري ضحك ساري وقال له عم تمزح معي، قال له لا بديك تتعلم يلا مرة تاني. تاني مرة فهم اللعبة وصار دور ساري إنه يصرخ ويقول جاد ستوب. وقبل ما يقول ساري شو بده طلب من جاد إنه يقول له بليز ليش عم بتعلمني هاللعبة؟ بيقول له لأنه أنا بدي منك إنه تاخد الطابة تبعي، يعني جاد عطاه طابته، وتروح فيها على المدرسة، ومين ما قرب لياخدها منك بتصرخ بصوت العالي وبتقول له اسمه وبتقول ستوب، يعني رامز ستوب وقف ممنوع. يوم المدرسة ما كان سهل على ساري، بس اليوم وعي من النوم حامل معه طابة جاد وحاسس حاله كتير قوي. وبس وصل على المدرسة على الملعب ركض رامز ووليد مثل هديك المرة صوبه، وهدفهم يرجعوا ياخدوا الطابة، وما كانوا عاملين حساب انه ما رح تزبط معهم هالمرة. مسك ساري الطابة وشد صوبه وقال لرامز وين الطابة تبعي تبع امبارح؟ برد رامز ما بعرف، انت شكلك منك سريع وما بتعرف تلعب ما لحقتنا. وبيقرب تياخد الطابة من ايد ساري، بس اللي ما كان عارفه هالمرة انه ساري محضر له ومنه خايف، وتطلع بعيونه لرامز وقال له قلتلك ما بدي. تراجع رامز وقال له لساري هلأ فرجيك. كان عم بجرب يخوفه لساري، ما بعرف إذا بتصير معكم مرات إنه تكونوا عم تلعبوا مع رفقات ويكونوا شوي قاسين معكم ويجربوا يخوفوكم ويقشطوكم ألعابكم مثلا، أو هيك يحسسوكم إنه هن أقوى منكم. هون ساري خاف شوي رجع، بس تذكر شو علمه جاد، إنه لما منخاف من الولاد الباقيين بيقوى علينا، بس لما نحنا منقوي حالنا نحنا منخوفهم. قرب صبي صغير وقال لساري في ألعب معك أنا ورفقاتي؟ ابتسم ساري وقال أكيد، وصاروا يلعبوا سوا. وبعد وقت قليل رجع رامز مع اثنين من رفقاته وقال لساري
عطيني طابتك هلأ، وقرب ليرجع ياخد الطابة من جديد، وبكل نشاط وجرأة وبصوت عالي قال ساري: رامز خلاص وقف، هيدي طابتي وعم بلعب فيها أنا مع رفقاتي. الرفقة الجديد شجعوا لساري وقفوا جنبه، وهيك تراجع رامز، وفهموا كلهم إنه الخوف بخلينا دايماً خسرانين، أما الشجاعة فبتعطينا قوة. ومثل ساري نحنا كمان يا أصحابي لازم نطلب مساعدة من حدا كبير لما منحس حالنا إنه مش قادرين إنه نساعد حالنا، ما نخاف ونكون شجاعين ونطلب المساعدة. إن شاء الله تكونوا تعلمتوا مثلي كيف بدنا نتصرف لما منلاقي حالنا بوضع شوي صعب مع الناس. مشان هيك تابعونا بفقرة جديدة من My Story next time. باي. مرحبا يا أصحابي، كيفكن اليوم؟ أهلا وسهلا فيكن بحصتنا الجديدة من برنامج مدرستي. هيدي حصة الرياضيات Mathematics. أنا شمس بعلمكن هيدا المادة، وأكيد بدي إياكن تكونوا منتبهين ومركزين لحتى ما تنسوا كل المعلومات يلي نحن عم نتعلمهم، لأنه هن مفيدين لإلكن وأنتو رح تعوزون بحياتكن اليومية، وكمان بيساعدونا أنه نتعلم كيف نشغل راسنا بشكل منطقي صحيح. بالبداية بدي أخبركن شو صار معي. رحت على المحل كنت بدي أشتري كنزة، وهيدي الكنزة مكتوب عليها أنه هي حقها 550، بس عجبتني كتير 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 كتير، أخدتها. بعدين فتحت جزداني وفتحت المحفظة ولقيت أنه بقلب المحفظة في بس عندي 450. أقولكن بكفوني 450 حتى أشتري الكنزة؟ أو رح يضل معي مصاري؟ أو رح أوز بعد إنه استعير من حدا مصاري، أو أرجع أنطر لحتى أرجع أشتغل وأخذ مصاري أرجع أشتريها؟ شو بتقولوا؟ أقولكن 550 هي المبلغ أكبر أو 450؟ يعني أنا بالمصاري اللي موجودين معي بالمحفظة رح أقدر أشتري الكنزة اللي عجبتني يلي حقها 550؟ 550؟ وأنا معي 450، شو أقولكن؟ كيف منعرف أي رقم أكبر؟ اليوم بحصتنا رح نتعلم بأي طريقة فينا نحذر أي رقم عادة بيكون أكبر من التاني وأي رقم بيكون أصغر من التاني. منشان هيك خليكن متابعين معنا واكتبوا الأمثلة اللي رح نكتبهم على اللوحة عندكن بخط حلو وواضح حتى ترجعوا لهم دايما. وأكيد ما تنسوا أنه بكل فقرة نحنا بنعملها ممكن نكون عم نعمل طريقة جديدة لحتى نفهم درسنا، فانتبهوا لها وركزوا عليها كتير منيح. وهلأ رح نروح أنا وياكن لأول فقرة بحصتنا. Addition is to add numbers. Addition is to put numbers together. Addition is to add numbers. Addition is to find the sum. How many in all? How many in all? The answer is the sum. Addition is to add numbers. Addition is to put numbers together. Addition is to add numbers. Addition is to find the sum. وهلا رح نبدا باول فقره بحصتنا. مثل ما قلت لكم رح نكون عم نحكي عن الارقام يلي هي اكبر من الارقام الثانيه، بس هلا رح اعلمكم الطريقه كيف بنعرف اي رقم هو اكبر. بتعرفوا انه لما يكون الرقم اكبر بنقول bigger، ولما يكون أصغر منقول smaller or less. خلينا نقرأ السؤال. سؤال بيقول which number، يعني أي رقم is bigger أكبر، which number is less، يعني أي رقم أصغر. use the sign
to show it. Use the sign to show it. يعني بدنا نستعمل الإشارة لحتى نفرجي الرقم يلي هو أكبر والرقم يلي هو أصغر. دايماً دايماً تذكروا هيدا الشيء اللي رح أعلمكم إياه هلا. دايماً لحتى نعرف الرقم إذا كان أكبر من الثاني لازم نطلع على الهندردز، يعني على الرقم يلي بفرجيني الهندردز دايماً. إذا كانوا كلهم فيهم هندردز طبعاً نتطلع على الرقم يلي فيه الهندرد ونشوف. أنا هون عندي 300، هون عندي 900. 3 و 9 أي هي أكبر؟ أكيد 9. كلنا منعرف إنه نحن عم نعد بنكون عم نقول 3 4 5 6 7 8 9، يعني 9 هي أكبر من 3. فكل الرقم هيدا بيكون أكبر من هيدا. ليش؟ لأنه الهندردز هي أكبر من هون. دايماً دايماً بتطلع على الهندردز، والهندرد البليس تبع الهندرد هي يلي بتحدد لي أي رقم كله سوا bigger than the other، أكبر من التاني. أوكي؟ بما أنه هيدي 981 is bigger than 357، لأنه طلعت على الهندردز لقيت أنه 9 أكبر من 3، بعمل الساين الإشارة. بتتذكروا التمساح، تمو للتمساح يلي بحب ياكل الرقم الأكبر دايما بضل مفتوح صوب الرقم الأكبر، يعني الإشارة بدها تكون صوب الرقم الأكبر، يعني هيك كأنه التمساح فاتح تمو بده ياكل الرقم الأكبر. ننتقل للمثال التالي 674، نطلع على ال hundreds و 312. 6 و 3 أي هي أكبر؟ 6 أو 3؟ أكيد 6، يعني هيدا الرقم كله هو أكبر من هيدا الرقم كله، لأنه ال hundreds هي يلي حددت لي إنه هو أكبر. وتمو للتمساح هالمرة بده يجي هيك لياكل هيدا الرقم، لأنه it's bigger than this. دايما التمساح بحب يأكل the number that is bigger. 466 و 720، نتطلع على الهندردز عنا هون 700 وعنا هون 400، أيها أكبر 7 أو 4؟ أكيد 7، يعني كل هيدا الرقم رح يكون أكبر bigger than this one، يعني هيدا هو less. كرمل هيك تمو للتمساح رح يجي حتى ياكل الرقم يلي هو أكبر بهيدا الشكل. 720 is bigger than 466. 501 وعنا 400، نتطلع دايما على الرقم يلي بفرجينا الهندردز، عنا 504، أي هي أكبر؟ Which one is bigger؟ أكيد 5. كرمال هيك هيدا الرقم كله هو أكبر من هيدا الرقم، وتمو للتمساح بده يجي بهالعلامة، يعني نحن نفتح صوب الرقم الأكبر bigger، هيدا this number is bigger than this number. أوكي، بعد عنا هون مثلين كمان، جربوا أنتو حلوهم. 178 و 234، عندي 1 وعندي 2، أي هي أكبر؟ نعم أكيد 2، فإذا هيدا الرقم هو the biggest، إذا بدكم bigger than this one، وبيجي تمو للتمساح لياكل الرقم الأكبر. 750 537، عنا 7 5، أكيد 7 أكبر من 5، لكن هيدا الرقم هو الأكبر ومنحط الإشارة بهيدا الشكل. هلأ تعلمنا إنه لنعرف الرقم الأكبر لازم نطلع على الهندردز، والهندردز اللي هي أكتر من الثانية بتحدد لي إنه هيدا الرقم كله أكبر. هلأ رح أرجع أسألكم، رحت على المحل بدي أشتري الكنزة وكان حقها 550، وأنا فتحت المحفظة لقيت فيها 450،
أقولكن المصاري اللي معي هن بيكفوا لحتى اشتري الكنز اللي عجبتني، يعني هن أصغر من حقها أو أكبر. 550 is bigger than 450 or less than 450. شو منعمل؟ مثل ما تعلمنا منطلع على ال 100. 5 is bigger than 4، يعني هيدا الرقم هو أكبر، يعني للأسف المصاري اللي معي أنا ما رح يخلوني اشتري الكنزة هلأ، لازم ارجع جمع مصاري أكتر وروح على المحل وارجع اشتريها. هلأ صرتوا تعرفوا كيف منعرف الرقم إذا كان أكبر أو أصغر؟ خليكن متابعين معنا لننتقل سوا للفقرة اللي جاية. وهلأ رح نشوف سوا شو في بالفقرة التالية، وأكيد كله خصو متعلق بالدرس اللي نحن عم نتعلمه، هو إنه كيف منشوف إذا الرقم أكبر من الرقم الثاني. وقلت لكم قبل شوي إنه منطلع على الـ 100 منشوف أي 100 هي أكتر، وهي بتحدد أي رقم هو أكبر. بس خلينا نفكر شوي، إذا كان عندي أنا نفس الـ 100 هون وهون، مثلاً 350 و 360، بطل اطلع على ال 100، ساعتها بروح بتطلع على التنز وبشوف التنز يلي هي اكبر، لانه ال 100 بيكونوا قد بعضهم. هلا هون رح نعمل مثل تمرين. عم بيقولوا لنا هن بقلب هيدا الجدول في عنا ارقام كثير، في عنا عده ارقام. بقلب الجدول بدهم ايانا نلاقي بعض الارقام، مثلا بدهم ايانا نلاقي a number between 100 and 150، يعني رقم بين 100 و150، يعني رقم شوفوا كيف في نفس ال 101، ما في واحد اكبر من الثاني اذا هيك. بس بلا اكيد لازم اطلع على التنز، هون التنز هن 0 هون التنز هن 5، يعني ال 5 هي الاكبر، يعني لازم لاقي رقم فيه 100 بس فيه تنز اصغر من 5. بتطلع هون بلاقي 162 منا أصغر من 5 لأنه 10 هن 6 أكبر من 5، مش هيدا الرقم. وين في 100؟ في 127، 2 10 هي أصغر من 5 10، يعني هيدا الرقم مظبوط بيقدر يكون بين 100 و 150، مشان هيك هن حطوا لنا إياه هون. بدنا هنا كمان نلاقي رقم بين 900 and 1000، بدهم ايانا نلاقي رقم بين 900 و1000. لحتى لاقي رقم بالنص لازم فتش على رقم ببلش ب 900 فيه 900 بس التنز لازم يكونوا اكثر، يعني بتطلع وين في 900؟ هون في 951 هي بالنص بين 900 and 1000، بقدر اكتبها هون لانه ال 5 هي اكبر من 0، يعني عندي 5 10 هون عندي 0 10، وهذا الشيء بيساعدني اعرف انه هيدا الرقم الجواب الصحيح. A number smaller than 100، اذا بدي الاقي رقم اصغر من 100 شو لازم اعمل؟ لازم اطلع على رقم ما فيه 100، لانه ال 100 هون هيدا 1 الاصغر منها بدها تكون 0، يعني 0 100 بده يكون فيها بس 10 و1s. 10 و1s بتطلع وين في رقم فيه بس 10 و1s، هيدي فيها 100 هيدي فيها كلهم فيهم 95 ما فيها 100 كانه فيها 0 100، يعني فيها بس 9 10s و 5 1s، كرمال هيك هي اقل من 100. وبكتب الجواب هون. بدنا نلاقي نمبر فيه 6 10s، 6 10s يعني فيه 6 عشرات، وين في رقم فيه 6 10s؟ 162، يعني فيه 6 10s، يعني هيدا هو النمبر يلي لازم اكتبه هون 162. لازم لاقي a number that has 5 1s، 1s هي الرقم يلي بيكون على الاخر، وين في 5 1s هون؟ 755، شفتوا ال 5 هون؟ 5 755، يعني هذا الرقم فيني احطه هون. ليش؟ لانه انتبهوا فيه 5 1s
مثل ما قالوا لنا. A number that has 600 فيه 600 أكيد لازم يكون ببلش بستة ال 100 وفي واحد تاني فينا نختار، فينا نحط 680 وفينا نحط 616. رح أكتبهم اثنيناتهم. A number that has two digits the same، رقم فيه رقمين مثل بعض، هيدا هو 7، فيه 5 و 5 مثل بعض كمان بنحطه مرة تانية. A number with no tens، رقم ما فيه tens، يعني التنز الرقم اللي بالوسط لازم يكون زيرو. وين في زيرو تنز؟ هيدا 204 فيها زيرو تنز بكتبوه هون. هيدا التمرين أصدقائي ساعدنا أنه نقدر نرجع نعرف وين البليس فاليو، وبيقدر كمان يساعدنا نعرف أي هو أصغر من الرقم الثاني مثل ما تعلمنا اليوم. هلأ بدي إياكم كمان تتابعوا معنا لأنه رح ننتقل سوا لآخر فقرة بحصتنا حتى نشوف شو رح نتعلم فيها. Is bigger than 179. 770 is smaller than 981. 865 is bigger than 400. 265 is smaller than 300. 306 is smaller than 410. وصلنا سوا لآخر فقرة بحصتنا. رح يكون في عنا هيدا التمرين والعنوان هو comparing numbers. comparing يعني مقارنة الأرقام، يعني مثل ما عملنا قبل شوي بدنا نشوف الرقم يلي هو أكبر من التالي. وهالمرة مش مكتوبين الأرقام، مرسومين الرسمات اللي نحن تعلمناهن قبل شوي. بتتذكروا قلنا أنه لكل 100 نرسم مربع، ولكل 10 منحط خط، ولكل 1 بنحط نقطة. وهيدا الشيء يلي موجود هون، عنا مربعات كرمال ال 100s، وعنا خطوط كرمال ال 10s، وعنا مثل نقط صغيرة كرمال ال 1s. تنعرف أي هو الرقم الأكبر رح نكون عم نطلع دايما على ال 100s. خلينا نشوف هون، عندي 1 2 3 4 hundreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tens. وعندي 1 2 3 4 5 6 7 8 ones، والرقم هو 498. وهون عندي 1 2 200s. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كمان 9. 1 2 3 4 5 6 7 8. عندي 498 وعندي 298. شفتوا التنز نفس الشيء والونز نفس الشيء، الهندردز هن يلي مختلفين. بتطلع على الهندرد الأكبر يلي هي طبعا 4 is bigger than 2، وبالتالي بيطلع الرقم هيدا كله أكبر من هيدا الرقم. وبحط إشارة مثل تم ولا تمساح اللي بدها تاكل الرقم الأكبر. كمان هون عندي 1 2 3 4 5 6 7 700s 700s. 1 2 3 4 5 6 عندي 6 tens. 1 2 3 4 5 6 كمان 1s. 766. وهون عندي 1 2 3 400s.
وعندي 1 2 3 4 ones 4 tens وعندي 1 2 3 4 ones 444 اكيد 7 هي اكبر من 4 فاذا هيدا الرقم هو اكبر من هيدا الرقم تبعتوا عم نطلع على ال 100 تنعرف اي هي is bigger اكبر عندي 100 هون وعندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tens وعندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ones 199 هون عندي 1 2 3 4 hundreds 2 tens وعندي 7 ones 1 2 3 4 5 6 7 199 427 أي هي أكبر؟ أكيد 400 لأنه الفور أكبر من الون وهيك بيكون الجواب الصحيح 200 1 2 1 2 3 4 tens و 9 ones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وهون عندي 100 كم 10 1 2 3 4 5 6 tens 1 2 3 4 5 6 ones 249 166 اكيد هيدا الرقم اكبر لانه 2 is bigger than 1 وبنحط هيدي الاشاره بعد عنا مثلين 1 2 3 4 5 500 1 2 tens 1 2 ones 522 1 2 3 300s 1 2 3 4 5 tens 1 2 3 4 5 6 7 8 ones بكون عندي 522 358 اكيد ال 5 اكبر من 3 وهذا الرقم بيكون اكبر واخر مثال هو 300 1 2 3 3 tens 1 2 3 4 5 6 7 ones هون عندي 1 2 3 4 5 hundreds 2 tens وعندي 7 ones وبيطلع الجواب اكيد هيدا اكبر لانه 5 is bigger than 3 هيدا التمرين ذكرنا انه نحن دائما لازم نطلع على ال hundreds لنعرف اي رقم is bigger واي رقم is less واكيد ما تنسوا هيدا الدرس لانه كتير 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 مهم هيدي كانت اخر فقره بحصتنا واخر وقت هلا صار لازم اودعكم بس قبل بدي اذكركم انه فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحه الفيسبوك والعنوان اللي عم تشوفوه قدامكم على الشاشه بتفوتوا على www.facebook.com والصفحه اسمها مدرستي سات 7 كيدز اكيد بنحب انه يوصلنا منكم كثير اشياء حلوه انتم تعلمتوها بمدرستي بتحبوا تشاركوها معنا ومع اصدقائكم وهلا رح ودعكن برجع بلتقي فيكن بحصة جديدة إلى اللقاء Ali the alligator loves to eat the numbers the number that is greater Ali the alligator nine is greater than two yummy 5 is less than 8. Oh no! 20 is greater than 15. Yummy! 30 is less than 50. Oh no! No! Ali the alligator loves to eat the numbers. The number that is greater. Ali the alligator. I choose the greater number. Yummy! I leave the one less than. Of course! Give the greatest numbers and take the less for yourself. Ali the alligator loves to eat the numbers. The number that is greater. Ali the alligator. مرحبا
مرحبا لكل أصحابي. نور وأنا رح نكون معكم بحلقة جديدة. اليوم رح نحكي عن شو بنعمل لما نمرض، بس خلينا قبل ما نبلش نشوف سؤال الحلقة. Do you know which plant can treat pain؟ أي نبتة بتخفف الوجع؟ أصحابنا أنا جربت أعرف الإجابة بس ما عرفتها، مشان هيك رح أنطر لآخر الحلقة لحتى أعرفها أنا وياكن. هلأ اليوم نور مريضة، خلينا نشوف شو بها سوا. She is playing with snow. She takes off her jacket and gloves while playing. نور عم بتعاني من الزكام أو الرشح. شفنا بالفيديو كيف عم بتعطس ومنخارة أحمر. ليش بنمرض؟ لأفسر لكم أكتر، بجسمنا في خلايا صغار كتير وهن مثل الجنود بحاربوا الخلايا الغريبة يلي بتفوت على جسمنا مثل الفيروسز وبتخلينا نمرض. أوقات بيربحوا وأوقات بيخسروا المعركة. لما يخسروا منعوز دواء ليساعدهم بالمعارك. لما يكونوا عم يتحاربوا منحس حالنا مريضين تعبانين مضعاف مثل نور. شو لازم نعمل بس نحس حالنا مريضين؟ أول شي لازم نروح عند الحكيم، لازم ناخد دواء يلي بيوصفه الحكيم، كمان لازم ندفي حالنا، نرتاح كتير منيح وناكل كمان منيح. بس نور ما تصرفت مزبوط، لأنه نور مع أنه كانت مريضة كانت عم تلعب بالتلج وما عم ترتاح مثل ما لازم، وهي وعم تلعب شلحت الجاكت والكفوف وما كانت عم بتدفي حالها. هلأ أصحابنا صرتوا تعرفوا كيف تتجنبوا المرض، وإذا مرضتوا كمان كيف تعالجوا المرض. هلأ بدنا نشوف جواب على سؤال حلقتنا لليوم. نبتة الخشخاش بتحتوي على المورفين يلي بيعالج الوجع. وهلأ صار وقت ودعكن، أنا بشوفكم بالحلقة الجاية. باي. Do you know which plant can treat pain؟ The opium poppy gives us morphine that treats pain. I will eat well and relax when I feel sick. I will not visit the doctor. I will take medicine without asking the doctor. I will keep myself warm and clean. My friends, how are you today? كيفكن أصدقائي اليوم؟ Listen well. اسمعوا منيح. I have a few questions for you. عندي بعض الأسئلة. Where is your heart? وين قلبك؟ وين قلبك؟ Show me. فرجوني. تعرفوا وين؟ What does your heart do? شو بيعمل قلبك أو قلبك؟ ليه مهم القلب؟ هل هو عضلة؟ سؤال بعد. أنا لما أركض أو لما أكون عم بمشي، هل قلبي بينبض بنفس السرعة؟ ما بعرف، شو رأيكم تتابعوني اليوم بحلقتنا لأنه رح نتعلم مع بعض عن القلب. Let's listen to the song and I will be back. Do
Digestion, digestion, digestion. What is digestion? Listen to this, I'll answer your question. It breaks down food to give you nutrition. Digestion, digestion, digestion. What is digestion? Listen to this, I'll answer your question. It starts first in your mouth. You chew, chew, chew all the food, food, food. Digestion, digestion, digestion. What is digestion? Listen to this, I'll answer your question. It passes through your esophagus. Swallow, swallow, swallow. Squeeze it all in the esophagus. Then it lands into your stomach. Swish, swish, swish. Journey, journey, journey down your stomach. Digestion, digestion, digestion. What is digestion? Listen to this, I'll answer your question. Then it passes through your intestine. Squeeze, 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 it's really, really long. Squeeze, 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 it is digestion. Digestion, digestion, digestion. أصدقائي، أول سؤال كان لليوم Where is your heart؟ وين قلبك أو قلبك؟ تعالوا نروح عند زياد ونشوف وين القلب؟ Where is the heart؟ أنا عندي هون the lungs، رح شيلهم. شو عندي حد the lungs؟ طلعوا. This is the heart. وين كان موجود؟ قريب على the lungs. فإذا where is your heart؟ قريب على the lungs. شفنا وين موجود. سؤال تاني، What is the function of the heart؟ شو بيعمل القلب؟ وليش موجود قريب على اللانجز؟ تتذكروا بالحلقة الماضية حكينا نحن عن الريسبيراتوري سيستم، عملنا رولر كوستر وشفنا إنه لما ناخد أكسجين وي إنهيل، اللانجز بياخدوا الأكسجين وبيرجعوا، الأكسجين بيروح على other organs in the body. بتعرفوا إنه مع كل نبضة قلب بيكون الهارت عم بيوزع أكسجين، بياخد أكسجين من اللونجز وبيوزعون على the other organs. فإذا ليش القلب مهم؟ لأنه هو كمان بياخد الأكسجين وبيوزعه على الأورغنز. وبتعرفوا أنه القلب كمان it's a muscle، هو عضلة، ونحن لازم نمرن القلب مثل ما منمرن أي عضلة تاني بجسمنا. مثلا إذا عندي أنا عضلة إيدي، كيف بمرنها؟ بحمل أثقال وبمرنها. عندي عضلة إجري، بصير انزل واطلع واحمل أثقال لحتى مرنها. طيب كيف بمرن عضلة قلبي لحتى تضل صحية وتضل عم توزع أكسجين وتنظف الدم؟ كيف بمرنها؟ فكروا أصدقائي. Exercising. Very good. في اشياء exercises، تمارينات في اعملهم بمرنوا عضلة القلب وهن منيح للقلب. بينما اذا قعدت احضر انا تي في كل نهار وعم باكل 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 وعم بحضر تي في، هل هيدا الشيء بمرن عضلة القلب؟ او اذا رحت وركضت بمرن عضلة قلبي؟ اكيد الركض. هلا رح نعمل مع بعض activity لحتى نشوف اي activities بيساعدوا قلبنا وأيهم ما بيساعدوا. تعالوا نشوف مع بعض. على الكرتونة رح حط أنا the heart ورح أرسم هلأ two circles. أول وحدة رح حط activities that are good for training the heart. Activities that are good for the heart.
بتاني وحده رح احط activities that are okay يلي هن وسط ما بيساعدوا الهارت وكمان ما بيضروا. activities that are okay يعني وسط. طلعوا أصدقائي، عندي أنا the heart القلب، activities that are good for the heart، activities that are okay يعني وسط ما كتير بفيدوا ولا بضروا. أول شيء عندي jumping rope. شو عم تعمل هيدي البنت؟ عم بتنط على الحبلة. هل هيدا الشيء بخلي قلبها ينبض أكتر وأكتر وبمرن عضلة القلب؟ Yes. فإذا it's an activity that is good for the heart. بدي لزقها بأول circle. حطيتها بأول سيركل. منشوف تاني وحدة. طلعوا، عندي ولد عم ياكل بطيخ. هل هيدي اكتيفيتي بتدرب عضلة القلب؟ اتس اوكي okay. وسط ما بتضر القلب وبنفس الوقت ما بتفيده، ما بتمرن العضلة. رح حطها بتاني سيركل. كمل الصورة اللي بعدها، عندي صبي نشيط وعم يركض. هل الركض بفيد القلب؟ إذا ركضنا بشكل منتظم كل يوم منمرن عضلة القلب، بصير قلبنا ينبض أكتر، بفوت أكسجين أكتر وبتتمرن العضلة. فإذا وين لازم حطه؟ running. وين بحطه؟ activities that are good for the heart or activities that are okay. activities that are good بيفيدوا القلب. انتقل للصورة اللي بعدها، عندي صبي عم يتمرجح قاعد على المرجوحة. هل هيدا الشيء بيمرن عضلة القلب؟ نو اتس اوكي. رح حطه بتاني سيركل. عم بيحرك شيء جسمه؟ ما عم يتحرك ولا عم بيمرن قلبه، فإذا رح حطه بتاني سيركل. تعالوا نشوف الصورة اللي بعدها، عندي صبي قاعد على اللابتوب. هل عم بيحرك جسمه وعم بيمرن عضلة القلب؟ نو no. فإذا where should I put this? In the first circle or in the second circle? I will put it here. Activities that are okay. لأنه ما عم بيحرك جسمه وما عم بيدرب عضلة القلب. منكمل، عندي هيدا الصبي يلي عم يلعب باسكتبول. لما نلعب باسكتبول منبلش نركض ومنتحمس ومنحرك جسمنا، وهيدا الشيء بيساعد عضلة القلب. فإذا this is very good for the heart. وين لازم حطه؟ بأول سيركل أو بتاني سيركل؟ بحطه بأول سيركل. الصورة اللي بعدها، عندي ولد عم يقرأ. It is very good to read. كتير مهم إنه نقرأ، بس هل هيدا الشيء بمرن عضلة القلب؟ ما بمرنها. رح حطه activities that are okay. بيرجع عندي riding the bicycle. شو عم يعمل هيدا الصبي؟ راكب على البسكلات. لما نركب على البايسيكل ونبلش نتحرك ونتحرك ونتحرك، هيدا الشيء بيدرب لنا عضلة جسمنا وعضلة قلبنا كمان، لأنه عم نتحرك. رح حطها بأول سيركل. It's an activity that is good for the heart. وآخر صورة عندي إياها، شو عم يعملوا؟ عم يحضروا تي في قاعدين. عم يتحركوا شي؟
ما عم يتحركوا، عم بيدربوا عضلة القلب؟ ما عم بيدربوها، رح حطها بتاني سيركل activities that are okay. فإذاً أصدقائي شوفوا شو صار عنا على الكارد بورد. عندي activities that are good for the heart مثل running, jumping the rope, playing basketball, riding the bicycle، لأنه كلهم عم بيحركوا جسمنا، عم بيحركونا، يمرنوا عضلاتنا ومنهم عضلة القلب. تاني circle activities that are okay، يعني منهم منيح للقلب ما بيمرنوه وبنفس الوقت ما بيضروه، عاديين مثل eating، مثل sitting on the slide، مثل sitting next to the laptop or working on the laptop. وعندي هون watching TV وعندي هون reading the book. فإذاً أصدقائي إذا أنا بدي مرن عضلة القلب لازم دايماً كون عم بتحرك. بس في شغلة بعد ما تعلمناها اليوم، تعرفوا كيف فيكن تحسوا بنبض القلب تبعكن؟ رح علمكن بس من بعد ما نحضر الفيديو، خليكن معنا. The circulatory system. Every time your heart beats, it pushes blood through your body. The right side of your heart receives blood from your body through veins and sends it to the lungs to get oxygen. The left side of your heart then gets the blood from your lungs and pumps it out to the rest of your body through arteries. Your blood is like a train carrying oxygen and nutrients to different parts of your body and then taking waste away. Like train tracks, your veins and arteries are the path along which your blood moves. Your heart, lungs, and body are like the train stations where your blood is coming and going. This whole process of moving blood through your body is called circulation. هلا أصدقائي بدنا نعمل بعض التمارين على اللوح، ركزوا معي منيح. Choose the best answer، بدي أقرأ أنا السؤال وبدي حط أفضل جواب. The respiratory system is made up of the windpipe, left lung and... شوفوا شو بيقول السؤال، شو بتقول الجملة. The respiratory system يعني الجهاز التنفسي is made up of، شو بيتضمنوا؟ The windpipe صح، left lung صح، and شو بعد بدي حط؟ esophagus. هل الاسوفاجس موجود بالرسبيراتوري سيستم؟ No. Right lung موجود، اخر وحده stomach كمان مش موجوده. فاذا شو الجواب الصحيح؟ Right lung. The respiratory system is made up of the windpipe, left lung, and right lung. ننتقل على تاني سؤال. The digestive process starts in... وين بتبلش عملية الهضم؟ بالمعدة؟ In the small intestine؟ Large intestine؟ خلينا نشوف كم option عنا. We have three options. Stomach, in the stomach, in the small intestine, or in the mouth. وين أول شيء منبلش نفكك الطعام؟ In the mouth. وشو بيساعدنا بهيدا الشيء؟ The saliva and our teeth. We chew، منمضغ. فإذا بتبلش in the mouth. منكمل تالت سؤال. What does the digestive system do؟ شو بيعمل الجهاز الهضمي؟ Breaks down food، helps you breathe، بساعدنا نتنفس. لا، هيداك الجهاز التنفسي. ف
فإذا هي غلط. helps you move بساعدنا تنتحرك. لا مش هيدا، مش هيدا الجهاز الهضمي. شو بيعمل الجهاز الهضمي؟ breaks down food. excellent. فإذا طلعوا شو صار عنده. the respiratory system is made up of the windpipe, left lung and right lung. لما أنا أخذ نفس inhale بلش أخذ نفس بمنخاري بينزل بالwindpipe بعدين بيوصل على my left lung and my right lung. The digestive process starts in وين بتبلش؟ لما أنا أكل تفاحة وين بتبلش digestive process؟ in the mouth. بعدين بينزل بالإسوفاكس بعدين لوين بيوصل؟ على الستومك بيرجع small intestine and large intestine. What does the digestive system do؟ شو أهمية الجهاز الهضمي؟ بيساعدنا لحتى شو نعمل؟ break down food. إذا أنا ما أكلت بس ما هضمت الأكلات بيستفيد جسمي؟ لا، ويجمعوا كل الأكلات بجسمي بالآخر بنفجر. وإذا أنا ما تنفست أكسجين ما كنت عم بقدر اللنكس تبعي يشتغلوا بشكل صحيح شو بيصير فيي؟ ببطل يوصل أكسجين لا على قلبي ولا على الأورغنز الباقيين، لأنه القلب بياخد الأكسجين بوزعن على باقي الأورغنز. هلأ أصدقائي بدنا نرجع نشوف القلب. نحن قلنا إنه القلب بيوزع مع كل نبضة قلب بيوزع أكسجين على الأعضاء. شوفوا شو رح أعمل. رح استخدم أنا تليفوني رح أتعايره لحطه لمدة نص دقيقة وبدي حط هودي الإصبعين على رقبتي. هون بحس بنبض قلبي. جربوها. حطيته وبدي بلش ستارت حتى أشوف بنص دقيقة كم نبضة ممكن ينبض قلبي. حاضرين؟ Let's start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. فإذا 29 كم نبضة؟ 29. رح أكتب 29 نبضة بنص دقيقة. يعني إذا بدي أخذها على دقيقة قدي بيصيروا؟ بضربهم بتو قدي بيصيروا؟ بيصيروا 58. يعني 58 beats per minute. هيدي إذا كنت أنا ما عم بركض. طيب نحن قلنا إنه لما نركض بيتحرك جسمنا أكتر بيصير يفوت أكسجين أكتر وبينبض القلب أكتر وبيوزع أكسجين. رح جربها هالمرة بس أنا ما عم بركض. رح أركض شوي بتحرك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بلشها؟ رح بلشها. start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. قديش نبض؟ نبض اكثر، صاروا 40. رح حط هون 40 بنص دقيقة. يعني إذا بضربهم باثنين بتصير 80 beats per minute. شفتوا الفرق؟ لما أركض بيصير جسمي بحاجة لأكسجين أكتر. كرمال هيك هلأ شوفوا كيف عم بتنفس. عم بتنفس أكتر وأكتر.
بحاجة لأكسجين، وقلبي تا يوزع أكسجين على جسمي بصير ينبض أسرع وأسرع. بالأول كان 58 beats per minute، صاروا 80 beats per minute. بالنص دقيقة كانوا 29، بعدين صاروا 40. كرمال هيك أصدقائي، نحن قلنا إنه جسمنا بحاجة لأكسجين. كل ما ركضنا، كل ما تدربنا أكثر وأكثر بشكل منتظم، منفوت على جسمنا أكسجين، وهيدا الأكسجين مفيد لحتى جسمنا يضل عنده قوة وينمى. وإذا أنا ما تدربت، قعدت أحضر التيفي كل الوقت أو ما حركت جسمي، هيدا الشيء مش مفيد للصحة. كرمال هيك اللي عندهم مشكلة أو بالرواية أو عندهم مشكلة بالقلب، دايماً دايماً لازم يتدربوا أكثر وأكثر. ما تنسوا أصدقائي، صرنا أخدين نحنا عن الهارت، تعالوا نشوفوا عن زياد. جاهزين؟ خلينا نشوف زياد. صرنا أخدين أصدقائي the heart. The heart هو it's a muscle، عضلة، كرمال هيك لازم نمرنها. أخذنا عن الـ respiratory system، we inhale through the nose، it goes through the windpipe and then to the lungs، the right and left lung. أخذنا كمان عن the digestive system، we eat through the mouth، then it goes through the esophagus down، توصل على الستومك. بالستومك في juices بيشبهوا اللي بنشربهم بس شغلتهم غير، بيساعدوا على هضم الأكل، بعدين بيفوتوا بالسمول انتستن. بالسمول انتستن جسمنا بياخد الغذاء من الأكل وبتضل تكمل عملية الهضم، وبالآخر the large intestine، محل ما منكب الوسخ. ما تنسوا أصدقائي، ما تنسوا أهمية التمرين exercise every day، وما تنسوا أهمية الأكل الصحي like high fiber food، وما تنسوا كمان إنه الدخان كتير مضر ل our lungs لأنه بيبطلوا يشتغلوا مزبوط. أنا هلأ بدي ودعكم، بدي قلكم ما تنسوا تتابعونا على صفحة الفيسبوك www.facebook.com/madrasati67kids. ودعكم، بشوفكم بالحلقة المقبلة. باي. The circulatory system. Every time your heart beats, it pushes blood through your body. The right side of your heart receives blood from your body through veins and sends it to the lungs to get oxygen. The left side of your heart then gets the blood from your lungs and pumps it out to the rest of your body through arteries. Your blood is like a train carrying oxygen and nutrients to different parts of your body and then taking waste away. Like train tracks, your veins and arteries are the path along which your blood moves. Your heart, lungs, and body are like the train stations where your blood is coming and going. This whole process of moving blood through your body is called circulation.